هذا وتبدأ يوم غد الأربعاء أعمال الجمعية أعمال اجتماع اللجنة المعنية بالشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة التابعة للجمعية البرلمانية الأسيوية والذي تحتضنه مملكة البحرين. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة الدكتور عبد العزيز أبل عضو مجلس الشورى. مساء الخير دكتور وأهلا بك معنا في نشرة أخبار الثامنة. لو تطلعنا دكتور على المزيد من التفاصيل بشأن أعمال اجتماع اللجنة المعنية بالشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة التابعة للجمعية البرلمانية الأسيوية. مساكم الله بالخير وحتما شكرا جزيلا على الاستضافة. والحقيقة قبل أن ندخل في الموضوع الذي أشرت إليه تفضلتي به حبيت أقول بس أنه يعني أولا أرفع أسماء الشكر والتقدير لمقام صاحب الجلالة ولمقام صاحب السمو رئيس ولي عهد رئيس مجلس الوزراء على دعمهم لاحتضان البحرين لهذه الأعمال هذه اللجنة. وأود أن أقول أيضا أنه دائما من يحضر البحرين يكون أكبر عدد. الآن عندنا إحنا 21 وفد وتقريبا 90 مشارك. هذه ثاني مرة في البحرين يتكرر نفس الموضوع أكبر مشاركين دائما للبحرين مما يدل على أن البحرين جاذبة فعلا والناس تحب البحرين وتحب أن تحضر البحرين وتشارك فيها. بالنسبة طبعا فيما يتعلق أيضا بيعني اجتماع غدا الحقيقة هو من الاجتماعات المهمة جدا لأنه يركز على مواضيع اقتصادية ومواضيع حيوية لآسيا وهي كلها مرتبطة بآسيا. غدا سيكون الاجتماع على مرحلتين. في البداية سيكون في انتخاب الرئيس أو مكتب اللجنة وسيترأس طبعا سعادة النائب أحمد السلوم وسيكون نائب الرئيس من الأردن ومراقبين من أو مقرر من أحد الدول الآسيوية لم يتقرر بعد. ومن ثم سيكون جدول الأعمال يعني مبتدئا سيكون في هناك تقرير لسكرتير الجمعية وهو من طبعا يعني خبير الحقيقة دبلوماسي ورجل جيد ومن إيران. وأيضا جدول الأعمال يعني يتضمن تقريبا 9 قرارات مهمة جدا أذكرها بشكل سريع وإذا يعني سمح الوقت سأعرضها. نعم تفضل التفاصيل. أول واحد يركز على إنشاء أو تأسيس سوق آسيوي للطاقة والآسيويين دائما وضعهم يعني فيما يتعلق بالطاقة يحسون أنهم بحاجة إليها. وبالتالي كان في هذا القانون أو هذا الاقتراح بأن يكون في اهتمام بأسعار خاصة للدول النامية في آسيا. وبالتالي يعني هذه طبعا يعني جزء مهم للصين وللهند وإحنا طبعا دول خليجية ودول عربية من آسيا فمهتمين بهذا الموضوع أيضا وندعم أن يكون في اهتمام بالطاقة في آسيا. وطبعا هم يعني عندهم اهتماماتهم وإحنا عندنا اهتماماتنا للمصلحة في هذا الموضوع. وهناك أيضا مشروع حول حماية البيئة وموضوع آخر حول يعني تطوير البنية التحتية لمزيد من التطور الاقتصادي التي يشتمل على الدول الآسيوية بشكل أساسي. هناك رغبة أساسية في أن دول آسيا تتعاون فيما بينها وكما تتعاون دول الاتحاد الأوروبي. لكن طبعا احنا عندنا ظروف مختلفة عن الاتحاد الأوروبي وأعتقد أن الدول حريصة على تعزيز التعاون الاقتصادي والتنسيق الاقتصادي في هذا الجانب. هناك نقطة مهمة تهتم بها آسيا دائما وهي أن هناك مستوى فقر شديد جدا في الدول في بعض الدول الآسيوية. هناك قرار حول هذا الموضوع لمعالجة يعني كيفية معالجة مستويات الفقر الكبيرة جدا في بعض الدول. طبعا احنا الحمد لله في دول متقدمة والقيادات عندنا القيادة السياسية والقيادة السياسية في دول الخليج مهتمة بهذا الموضوع ولذلك هم ينظرون إلينا للدعم في هذا الموضوع. وهناك موضوع طبعا حول أهداف التنمية المستدامة لكن أهداف التنمية المستدامة هي مشروع عام ونحن أيضا لنا صلة بهذه المسألة. في نقطة مهمة جدا تهم المنطقة في الخليج العربي وأيضا في المنطقة العربية وهي شحة المياه وخدمات الصرف الصحي. احنا طبعا عندنا مشكلة شحة مياه لكن لا نعاني مشكلة كبيرة فيما يتعلق بخدمات الصرف الصحي لأن الدول المتقدمة في هذا الشأن الحمد لله. وفي موضوع أخير هو موضوع التغير في المناخ سيكون النقاش بكرة غدا على موضوع كيفية النظر في موضوع كلفة تغير المناخ على المسائل المالية وعلى التنمية الاقتصادية. هذا بشكل سريع أهم القرارات التي سنناقشها غدا على مرحلتين في جلسة صباحية وفي جلسة مسائية. وأيضا يعني نحاول دائما أن تكون عندهم فرصة يروحون يشوفون البحرين. الحقيقة الانطباع عندهم اليوم مثل ما تفضلت في التقرير عبروا جميعا أمام يعني معالي الشيخ خالد بن عبد الله عن سرورهم لوجودهم في البحرين وأن انطباعهم منذ أول ما وصلوا سواء كان انطباع إيجابي جدا. نعم سعادة الدكتور عبد العزيز أبو العضو مجلس الشورى شكرا جزيلا لك.